طبيعة العلاقة العاطفية وكيفية تغذيتها. مرحبا، التركيز بهالفقرة رح يكون على مفهوم العلاقة ككائن حي، وكيف إنه كل شخص منا مسؤول عن تغذية العلاقة من خلال حاجات العلائقية السبعة ومن خلال الأفعال العلائقية الأربعة اللي حنفصلها تباعاً بفقرتنا، وكيفية بناء بطاقة هوية علائقية. جاك سالومي يصف الحب بأنه لقاء شعورين يؤلفان سوية نوتة موسيقية جميلة تتحول بطريقة سحرية إلى معزوفة لموزارت، وبيقول أن الحب هو طاقة بينتج عنا حركة صوب الآخر مع الرغبة بأنه أعطي أفضل ما عندي. سبق وذكرنا بالفقرة السادسة أنه العلاقة هي كائن حي نقدر نشبهها بوشاح علائقي يرمز للرابط بين الشريكين. كل شخص بيمسك الوشاح من طرف وبيكون مسؤول عنه على مستوى شو بيفكر وبيشعر وبيتصرف، فأنا ما بقدر أكون مسؤول عن الطرف الآخر وإلا رح ألغيه أو أتحكم فيه. من هون أهمية هالوشاح اللي بيصلني بالآخر. بالوقت نفسه لازم وضع مساحة صحية على مستوى الوقت والإيقاع والمكان حتى ما يدوب أي طرف بالآخر، بل لتتحول العلاقة لمساحة للنمو والرفاه. فهاي العلاقة هي مثل الطفل اللي بيحتاج للتغذية والاعتناء، فكل واحد هو مسؤول عن العلاقة بنسبة 50%. المسؤولية دائماً مشتركة، والعلاقة مثل أي كائن حي بتمر بعدة مراحل كي تنضج، وكي نصبح ثلاثة بالعلاقة، أنا وإنت والعلاقة اللي بتجمعنا. لمعرفة المزيد عن المراحل الثلاثة اللي بتمر فيها العلاقة ندعوك لقراءة مقال بالملحق واللي بيسمح لك أنه تعرفي بأي مرحلة من العلاقة أنت. من الضروري جداً أنه ما ناخد القرار بالالتزام النهائي إذا ما وصلنا للمرحلة الثالثة، أي أن نصبح أنا وإنت والعلاقة، لأنه بمرحلة الذوبان والشغف من الصعب أنه نميز لأي مدى نعرف الآخر بنقاط ضعفه وقوته. وبالمرحلة الثانية منكون بمرحلة مفاوضات بعد ما رسمنا حدود واضحة وصحية مع الآخر. من الأدوات اللي بتسمح أنه نميز بين المشاعر ومدى صحة العلاقة أداة فعالة جداً، وهي بطاقة هوية علائقية تتضمن أربع مكونات: المساهمة بالعلاقة من حيث الموارد والمهارات، التوقعات، الحدود في قدرة على التحمل، والخط الأحمر بالعلاقة. وبهاي البطاقة بيقول كل طرف للآخر بشكل واضح شو هي مساهماته بالعلاقة من حيث الموارد والمهارات، يعني على الشخص أنه يقول أنا عندي القدرة على الإصغاء العميق، أنا بعرف كيف حط جو من المرح بالعلاقة، أنا موهوب بتنظيم النشاطات والمشاريع، أنا عندي خبرة بالتنظيم المالي وضروري الحديث بهاي الأمور. من الضروري كامرأة ذات إعاقة أن يكون عندك وعي وثقة أنك قادرة بالمساهمة بالعلاقة، وأنه إعاقتك ما حتمنعك أنك تكوني شريكة بكل معنى الكلمة. شو هي توقعاتك؟ هل بدك أطفال؟ وإذا إيه كم طفل؟ هل تنتظري من الآخر أنه يظهر لك عاطفته بطريقة معينة؟ وشو هي انتظاراتك على المستوى الجنسي؟ وشو هي انتظاراتك فيما يخص العلاقة مع الأهل وإدارة المال؟ النشاطات الشخصية، إذا كنت بتحبي الرياضة مثلاً، أو إذا في توقعات معينة لابد من تفصيلها حتى ما نتفاجأ بعد الزواج بأمور أو مواقف ما طرحناها من قبل. فيما يخصك كامرأة ذات إعاقة، لابد للشريك أن يكون على معرفة بالأمور اللي يمكن إتقانها أو القيام بها، وشو الأمور يلي ممكن يكون عندك محدودية فيها واللي يمكن أنه تكون جسدية أو تتعلق ببعض المهارات المنزلية. طبعاً الشريك يجب أن يقول شو هي توقعاته وتتشاركوا سوا، وكل واحد شو قادر يلبي من هالتوقعات، أو ممكن يلبي جزئياً أو ممكن ما يقدر يلبي بالمرة. المحدودية، لابد من مشاركة الآخر بالأمور المحدودة فيها. يمكن ما تحب الطبخ وقدرتك محدودة بهالمجال، أو يمكن ما بتحب الصوت المرتفع والصريخ، أو يمكن ما تتحملي إنه يشتغل زوجك ببلد آخر. وعلى الشريك أيضاً القول إنه شو الأمور اللي بيجد محدودية وصعوبة فيها. خط الأحمر بالعلاقة، ضروري إنه يقول كل طرف للآخر شو هي الأمور اللي بتشكل له خط أحمر واللي يمكن إنه تؤدي إلى الطلاق، مثلاً الخيانة، العنف الجسدي، مخدرات أو غيرها من الأمور. وهي المكونات الأربعة من البطاقة العلائقية تسمح بمعرفة الشخص بشكل عملي أبعد من المشاعر والشغف. لتطبيق هاي البطاقة كل شخص يكتب بالتفصيل
كل مكون من المكونات الأربعة، وبعدين يتشاركوا الطرفين على شو كتبوا، ويحاولوا الوصول لتصور مشترك للأمور المتفق عليها والأمور الغير متفق عليها واللي ما بتشكل مصدر تحديد للعلاقة. ومن المفضل إنه نقوم بهالتمرين كل سنتين لأنه الأشخاص بيتطوروا. بالملحق مجموعة من الأسئلة بتساعدك أكثر على تقييم دقيق للعلاقة. قبل الحديث عن كيفية تغذية العلاقة، لابد من التوقف عن مبدأ أساسي، وهو إنه كي أستطيع أن أحب الآخر لابد أن أحب ذاتي بشكل صحي. فهل بتحسي إنك بتحبي حالك وبتتقبليها مثل ما هي؟ وهيدا بيعني عملياً هل عندي معرفة كافية عن صفات الإيجابية والسلبية، نقاط القوة والضعف لدي؟ هل عندي ثقة بذاتي؟ هل بعتبر نفسي شخص سعيد قبل العلاقة؟ وشو هي أهم القيم اللي بتحركني واللي بحرص عليها؟ وشو هو تأثير العائلة والمحيط على نظرتي قراراتي بالحياة؟ فلكل شخص تاريخ ما ممكن نمحيه لما نلتقى بمين ممكن يكون شريك الحياة. عشان هيك لابد من معرفة تأثير موروث الماضي على تصرفاتي وردات فعلي على الحاضر، وأخذ المسافة الكافية من أجل إدراك مدى الحرية اللي بمتلكها تجاه أحداث بالماضي قد تؤثر سلبياً أو إيجابياً على علاقتي بنفسي وبالشريك. وأيضاً شو هي الميادين اللي بتثير الشغف لدي؟ شو هي الهوايات والنشاطات اللي بحبها؟ شو هي الأحلام والأهداف اللي برغب بتحقيقها؟ شو هي نظرتي للعلاقة وللأدوار داخل العلاقة وللعلاقة الجنسية؟ كل هاي الأسئلة وغيرها لابد من أن يكون عندي تصور حولها، أو أقله بداية أجوبة، حتى أقدر انطلق صوب الآخر برؤية واضحة عن كيفية بناء مساحة مشتركة داخل العلاقة تتكون من احترام توازن بين الحميمية المشتركة والحميمية الشخصية، حتى ما يدوب الواحد بالآخر ولا يلغي خصوصيته. وبنفس الوقت بيحرص كل شخص على تغذية المساحة المشتركة وصيانتها باستمرار. من المؤشرات على حب الذات هي القدرة على استقبال وتقبل الرسائل والمشاعر الإيجابية اللي جاية من الآخر من دون تسخيفة، وأيضاً القدرة على بعث رسائل ومشاعر إيجابية، القدرة على رفض الرسائل السلبية أو المسممة الآتية من الآخر، أي القدرة على أخذ موقف واضح بعدم قبول رسالة سلبية والتسمم بها نفسياً، والقول للآخر إنه هاي رسالة ما بتناسبني يمكنك الاحتفاظ بها، القدرة على الوعي للحاجات العلائقية، صيانة الحياة بداخلنا، فإنه التمسك بفيض الحياة أو الحيوية بداخلنا هو قاعدة أساسية لحب الذات وحمايتها من تشويش داخلي أو خارجي. وكمان الأمور اللي بتغذي العلاقة وبتعطيها طاقة وحيوية عالية هي الانتباه للحاجات العلائقية 7، وهي المدرسة الثانية اللي تحدث عنها جاك سالومي ورح نستعرضها بهيدا النقاط. أولاً الحاجة للتعبير عن ذاتي، يعني تكون قادرة توضعي مشاعر وأفكار بكلمات حقيقية وصادقة، ومش بكلمات المستعارة من الأهل أو كلمات أملوها عليك الآخرين، وهذا الشيء بمختلف المجالات، إن كان الأفكار، المشاعر، العواطف، الأحاسيس، الأفعال، المعتقدات، الرغبات والحاجات. ثانياً الحاجة يكون مسموعة، وأنه تشعري أنه الشيء قلتي ما راح على الفاضي، بل وصل للآخر وتلقيه شخص اللي توجهت له. ثالثاً الحاجة أن يكون معترف فيي مثل ما أنا بخصوصيتي ومهاراتي، مش مثل آخر بده يشوفني أو بده ياني يكون. رابعاً الحاجة أنه أنا أكون مقدرة، يعني عندي مكاني وقيمة وأهمية بالنسبة للشريك، وهالشي من خلال التعبير بكلمات عن التشجيع والاهتمام. خامساً الحاجة للخصوصية، أي أنه يكون عندي مساحة مكانية وزمنية لا يمكن للشريك أنه يخترقها من دون موافقتي، ما يؤكد أمن خصوصيتي وبيعززها وبيحميني من الزوبان بالآخر. فعلاقة الشريكين المستدامة ترتكز على المساكنة بين خصوصيتين، خصوصية مشتركة ومتشاركة، أي هناك أشياء رح أتشاركها مع الآخر، وخصوصية شخصية ومحفوظة، أي هناك أشياء لن أتشاركها مع الآخر وأشياء لن تتشاركها معي، ولابد من التوازن بين هاتين الخصوصيتين. 6 الحاجة إلى الخلق والتأثير بالآخر، أي أن يكون عندي شعور بأنه أنا فيني أثر بالآخر وأنه هو فيه يأثر فيي، وأنه الآخر ممكن يتعلم مني إشياء من طبعي من مهاراتي وأنا كمان. التأثير المتبادر ضروري جداً بالعلاقة. 7 الحاجة إلى الحلم، أي الإيمان بأنه بكرة رح يكون أفضل من الحاضر وأنه بعد بكرة رح يكون أفضل من الغد، وهذا الشيء بيسمح لنا نتخطى الصعاب، بيبقى هناك أمل بأنه اتنيناتنا معاً قادرين على تخطيها. الوعي لهالحاجات وتغذيتها وصيانتها باستمرار بيساعد على بناء علاقة حيوية وصحية. الأزواج السعداء بيدركوا أهمية التعلم
ما يسمى الإعراب العاطفي المستمر لأربع أفعال أساسية بحياته اليومية، إنه يطلبوا، يعطوا، يتلقوا ويرفضوا. أن نطلب أي إنه ما نتردد بالتعبير عن رغباتنا وحاجاتنا أمام الشريك. مثلاً بحب إنه من وقت لوقت تدلك لي كتفي، بحب إنه تفاجئني أحياناً بالورود لما تجي على البيت، بحب إنه دائماً تطلع فيي لما تكون عم تحكي معي. ولكن ما لازم نتوقع الآخر يمكن يستجيب دائماً، وله حق إنه يعبر عن رفضه ببعض الأوقات. أن نعطي أي إنه نشارك الآخر بأروع ما لدينا من مشاعر وأفكار وأعمال إيجابية بأبسط الأشياء، كالابتسامة الصادقة أو إطراء جميل يشعر الآخر كم هو محبوب ومرغوب ومميز بنظرنا. أن نعطي العلاقة ما تستحق من انتباه وعناية مستمرة بأوقات الفرح والمحنة كمان، ونتذكر دائماً المناسبات الحميمة كعيد الزواج أو يوم ميلاد الشريك. أخيراً يجب أن نقيم التوازن بأن نعطي الحب كما يحلو الآخر أن يتلقاه وكما يحلو لنا أن نعطيه. أن نتلقى أي أنه نفرح بالحب اللي بيجينا من الشريك، وأنه نعبر مثلاً عن امتناننا لهدية تلقيناها منه بدل الاكتفاء بالقول ما كان يجب عليك القيام بذلك، وكأنه نشعر بالذنب لما الآخر يعبر عن حبه لألنا ونتصرف كأنه نحن ما نستحق كل هيدا الاهتمام. أن نتلقى بيعني كمان يكون عنا الحرية الواعية بأن نميز ما نريد وما لا نريد أن نتلقى، وأن نساعد الآخر ويكتشف أكثر شو هي حاجاتنا الأساسية. أن نرفض أي أن يكون عنا القدرة والشجاعة لعدم قبول أو تلبية بعض الطلبات أو التصرفات أو ردود فعل الشريك، يلي ممكن يكون مثلاً عدم قبول أنه يفرض على الزوج الذهاب كل نهاية عطلة أسبوع عند أهل الزوج من دون الاتفاق مسبقاً على ذلك، أو إجبار الشريك على ممارسة الجنس حسب مزاج الآخر دون الإصغاء لرغباته، أو التساهل أمام كلمات أو تصرفات تحتوي على عنف يمكن تتحول إلى عادة مع الوقت بإمكان أن تلحي أذى كبير للشريك. كما يمكن أن نرفض بعض الطلبات الصغيرة موضحين دائما للشريك بأنه ما نرفضه هو طلبه أو رغبته الحالية وليس شخصه اللي نحترمه ومنقدره. أخيرا وليس آخرا، إيجاد التوازن المناسب بين هذه الأفعال الأربعة وعدم تغليب واحد على الآخر هو ترجمة فعلية ومثمرة للذكاء العاطفي بالعلاقة، الذي وهذا خبر إيجابي يمكن العمل دائما على تنميته وتوظيفه بشكل أفضل من أجل نمو ورفاهية العلاقة بين الشريكين على حد سواء. سارة اللي ما كانت تتقبل نفسها وتخجل من جسدها، عرفنا أنه قطعت شوط إيجابي جعلت أمي بنفسها أكثر وتتصالح مع أنوثتها من بعد ما رفضها عدة أشخاص لأنه عندها إعاقة. تعرفت سارة على شخص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصارحته بأنها عندها إعاقة، ولكنه أصر أنه يتعرف عليها وحصل إعجاب متبادل بعد فترة سنة ونص طلب إيدها للخطوبة. وفرحت سارة لأنه شعرت أنه العلاقة نضجت وأنه هالشاب سيكون شريك حياتها. وأنت هل عندك رغبة عميقة أنك تبني حياة زوجية وعائلية؟ قبل الجواب خلينا نتحدث بالفقرة المقبلة عن موضوع العلاقة الجنسية وأهميتها بالعلاقة والتحديات اللي بتطرحها.